في الساعة الثامنة والنصف صباحا. في الساعة الثامنة والنصف صباحا. في الساعة الثامنة والنصف صباحا. في أي وقت؟ الساعة الثالثة. متى عيد ميلادك؟ متى عيد ميلادك؟ متى عيد ميلادك؟ الساعة الثالثة. الساعة الثالثة. متى عيد ميلادك؟ في أي وقت؟ عيد ميلادي يوم 21 من مايو. عيد ميلادي يوم 21 من مايو. في أي وقت؟ كم الساعة؟ الساعة الثالثة. عيد ميلادي يوم 21 من مايو. متى عيد ميلادك؟ كم يستغرق؟ كم يستغرق؟ في الساعة الثامنة والنصف صباحا. الساعة الثالثة. كم يستغرق؟ في الساعة الثامنة والنصف صباحا. Thank you.
كم يستغرق؟ في أي وقت؟ يستغرق 3 ساعات و55 دقيقة. يستغرق 3 ساعات و55 دقيقة. يستغرق 3 ساعات و55 دقيقة. في أي وقت؟ في أي وقت؟ متى عيد ميلادك؟ الساعة 3. عيد ميلادي يوم 21 من مايو. في الساعة 8:30 صباحا. في الساعة 8:30 صباحا. أخرج للركض يوم 2 من كل أسبوع. أخرج للركض يوم 2 من كل أسبوع. أخرج للركض يوم 2 من كل أسبوع. يستغرق 3 ساعات و55 دقيقة. كم الساعة؟ كم يستغرق؟ يستغرق 3 ساعات و55 دقيقة. أنا مشغول بالعمل هذا الأسبوع. أنا مشغول بالعمل هذا الأسبوع. أنا مشغول بالعمل هذا الأسبوع. عيد ميلادي يوم 21 من مايو. أخرج للركض يوم 2 من كل أسبوع. أخرج للركض يوم 2 من كل أسبوع.
متى عيد ميلادك؟ عيد ميلادي يوم 21 من مايو. أرى والدي كل شهر. أرى والدي كل شهر. أرى والدي كل شهر. عيد ميلادي يوم 21 من مايو. أخرج للركض يوم الاثنين من كل أسبوع. متى عيد ميلادك؟ الساعة الثالثة. كم الساعة؟ كم يستغرق؟ كم يستغرق؟ أنا مشغول بالعمل هذا الأسبوع. سأذهب إلى إيطاليا في أغسطس من هذا العام. سأذهب إلى إيطاليا في أغسطس من هذا العام. سأذهب إلى إيطاليا في أغسطس من هذا العام. عيد ميلادي يوم 21 من مايو. أخرج للركض يوم الاثنين من كل أسبوع. أرى والدي كل شهر. عيد ميلادي يوم 21 من مايو. الساعة الثالثة. اليوم الثالث من أغسطس 2016. اليوم الثالث من أغسطس 2016. اليوم الثالث من أغسطس 2016. عيد ميلادي يوم 21 من مايو. أنا مشغول بالعمل هذا الأسبوع.